تكاتف الجهود لمواجهة وباء كورونا المستجد عمل سعى إليه الكثير، حيث كانت العتبة العباسية المقدسة من خلال شعبة الشؤون الطبية التابعة لها الداعمة والساند لفريق حياة التطوعي الذي يضم مجموعة من الشباب. دابت العتبة العباسية في دعم الفرق التطوعية للعمل التطوعي. جاءت فكرة فريق حياة، مجموعة من المتطوعين لتقديم الخدمة الطبية والوقائية لتطهير المواقع اللي تمت الإصابة بها. الفريق طبعا مجهز بسيفتي كامل، ماخذ كل الإجراءات الوقائية. طبعا أول ما تحدث الإصابة احنا ما ندخل، تكون يعني لا يتم العمل إلا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، يكون لهم دخول أول وإحنا نقدر ندخل بعدهم، نعقم المكان اللي تمت به الإصابة، البيوت المجاورة، الطرقات، الشوارع. الفريق متخصص بالعمل على ما بعد الإصابات، حيث يدخل إلى الأماكن الموبوءة للشروع بأعمال التعقيم التي يرافقها نشر التوعية، إضافة إلى إجراء فحص للمكان الذي فيه المصاب فضلا عن المنطقة المحيطة وتقييم الوضع. نشكر الأخوة فريق الحياة أو فريق حياة للدفاع المدني أو الأخوة المتطوعين بهذه المبادرة الطيبة التي تمت بالتنسيق مع دكتور أسامة ممثل العتبة العباسية المقدسة مع هذه النخبة الطيبة من الأخوة الأعزاء. التعاون شكل من أشكال الإنسانية خصوصا في المحن والأزمات، وهو ديدن تعمل عليه العتبة العباسية المقدسة بمساندة كل من يطرق بابها.